حمرينغ ابتسام رئيسة قسم العمل الاجتماعي بإقليم الوسط. إقليم الوسط اليوم كيعطي انطلاقة لمشروع اللي غادي يهتم بواحد الشريحة اجتماعية جد مهمة وهي النساء في وضعية صعبة. وهذا المركز هو سميته فرع أو مركز متعدد الوظائف لفائدة النساء في وضعية صعبة. وبالتالي هناك هذا المركز يتضمن مجموعة من الأوراش، منها الخياطة والفصالة، منها الطرز بالكمبيوتر، منها صناعة الزيوت ومواد التجميل، الحلويات والطبخ والحلويات، وأيضا هناك الإعلاميات. إذن هذه مجموعة من طبعا الأوراش التي سوف تفتح أبوابها أمام النساء في وضعية صعبة. وبالتالي عندنا برنامج أساسي ومهم هو الاستقبال والإنصات والتوجيه للنساء اللي كنعرفوهم أنهم كيعانيوا ببعض المشاكل. إذن هذا المشروع الميزانية المالية المخصصة له هي 2,800,000 درهم فيما يتعلق بالبناء والتجهيز. سوف الطاقة الاستيعابية سوف تفوق 100 مستفيدة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع سوف يكون عبارة عن قاطرة للبرنامج، لأنه يدخل في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسوف يكون عبارة عن قاطرة للبرنامج الثالث، بحيث أنه بعد التكوين يا إما سوف يتم طبعا إدماج هؤلاء النساء في سوق الشغل، أو أنهم طبعا سوف يتم توجيههم إلى منصة الشباب في البرنامج الثالث لكي يهتم بالشباب ويشب الشباب وطبعا لتهتم بالشباب. طبعا هناك غادي يكون طبعا مواكبتهم في إطار مشاريع فردية تدخل في إطار ما يسمى بريادة الأعمال. مساء النور، سميرة البقالي رئيسة شرفية جمعية النساء بالحدود المركز تاعنا. اليوم كان افتتاح المركز اللي هو كان ديجا هذا المركز كان كيشتغل، ولكن للأسف كيشتغل بواحد الطريقة أخرى. اليوم جينا ضخينا فيه نفس جديد، ببدلة جديدة وكذلك بتكوينات جديدة. هذا النهار كان عيد في منطقة المكانسة، لأن شهدت ميلاد ديال هذا المركز اللي كان من الأول، ولكن اللي عطاته هذه الجمعية روح جديدة باش تبدأ بمرافق جديدة، ورشات وتكوين جديد. تشكروا العامل السيد العامل إقليم الوسط اللي عطانا هذه الفرصة باش نفتحوا هذا المركز ونجدوا فيه روح ديال المبادرة. ورشة ديال لهذه الورشة اللي حنا فيها، ورشة الطرز على آلة الطرز بالحاسوب، لمبادرة جديدة وواحد التقنية جديدة في الطرز. وكاينة ورشة الخياطة اللي جددناها، اللي كانت من قبل ولكن جددناها دابا. كاينة ورشة الطبخ والحلويات، ورشة تقطير الزيوت، هذه الورشة هي جديدة، هذه تتهتم بتقطير جميع المواد الأعشاب وإعداد مواد التجميل. وكاينة ورشة ديال الإعلاميات. تقريبا كل ورشة فيها 20 مستفيد، يعني 80 مستفيدة اللي غادا تخرج في ظرف 3 شهور، وغيتم إدماجها في سوق الشغل ومواكبة ديالها بعد الإدماج. إكراهات اللي لقينا أن هاد المستفيدين اللي كانوا هنا من قبل كانوا تيأديو بثمن واجب، مع العلم أن هاد المركز ديال المبادرة ديال سيدنا، المبادرة الوطنية اللي فتحات العمل نواصل، اللي فتحت هذا المركز على أساس باش تستفد جميع الساكنة بخصوص الفئات الهشة والوضعية الصعبة. حنا بفضل المبادرة الوطنية وبفضل السيد العامل حنا غادي نستقبل المستفيدين مجانيا، غيستافدوا من هذه الورشات على حسب الرغبة، وغنديروا لهم واحد التكوين ديال 3 شهور، من بعد غادي ندمجوهم اولا غنخلقوا لهم تعاونيات مشروع باش يستافدوا باش يخرجوا للسوق الشغل. كما لا يفوتني الامر باش نذكر بان غيكون واحد الحصه الاستماع، اللي غادي تكون هذه الحصه الاستماع تتهتم بالاستماع الى المستفيده وتنطرقوا لجميع المشاكل الاجتماعيه اللي تتعيشها هذيك المستفيده، بحال عدم التسجيل في الحاله المدنيه، الا ما كانتش مسجله في المحاله المدنيه غنسجلوها وليداتها بوليداتها، وغنديروا لها لاكارت ناسيونال، واذا كان معنفه او عندها مشكل مع الزوج غنساعدوها ونواكبوها ونديروا لها مساطر
قانونية بحكم أننا عندنا علاقات مع السلطة القضائية بالخصوص مع الخلية العنف ضد المرأة والطفل، حيت مدام بقايا السيدة رئيسة الشرفية لجمعية مفتاح حلول عضو في اللجنة ديال خلية التكفل بين المرأة والطفل. غادي نواكبوا حتى الأطفال إذا كانوا ما منسجمين مدنيا أو لا عندهم الهدر المدرسي، حتى هما غادي نساعدوهم على الإدماج في الدراسة، ومن بعد إن شاء الله غادي نعطيو الفرصة الثانية ديال التعليم.